سمعت المناقشات ممكن والآراء، لو تشاركنا أيضا. أنت الآن مع الرجوع كما قلت لنا بالبداية، أريد أسمع منك من فضلك، ما هي العوامل التي عند بعض اليزيدين بدهوك بالمخيمات توقفهم من الرجوع؟ أريد أسمعها من عندك أنت حسب يعني خبرتك و ها؟ نعم أستاذي، هناك عدة خطوات مهمة أي التي يسبب عدم الرجوع اليزيديين إلى السنجار، زين وأهمها عدم توفير فرص العمل. عدم توفير سنجار فرص السنجار، نعم هناك بعض المناطق لا يوجد بها فرص العمل، زين فنحتاج إلى إذا شركات دولية أو مصانع أو أي شيء يفتحون حتى الشباب يشتغلون. زين ومنظمات يعني هذه العالمية يناقشوها بالكامب هناك، انه يقول لك فرص عمل مش موجوده بسنجار، فايش اذا اذهب هناك ايش اسوي؟ يناقشوها فرص هناك عمل صحيح؟ قليلة، ايه حتى إذا أكو هم قليلة يعني يحتاجون إلى فرص عمل. زين، هذا واحد راح نناقشه ايضا. طيب وبعد شنو من العوامل بالله انت برايك يعني الاخرى اللي توقفهم من الرجوع مثلا؟ وتحقيق الأمن والاستقرار، ها يعني بسنجار هناك بعض يقولون يعني اي السنجار مؤمنة. على سبيل المثال، يمكن البارحة لو أولت البارحة اي طيارة عسكرية مال تركيا ضرب سيارة مال صحفيين، يعني هيك على عشوائي يضربون. فهذا هم يعتبر خطوة عائقة أمام عودة اليزيديين إلى السنجار. انه الامور السياسيه يعني باعتقادهم هي مش مستقره. ايه، زين يعني هذه والاخبار ايضا النقطتين تعتقد هي المهمه، هل هناك نقاط اخرى من فضلك؟ ايه ونقاط اخرى، يعني تحديات مالية، يعني ضعف تخصص المالي، ايه هاي هم يعتبر مهمة من النقاط المهمة. نعم استاذ، هاي 3 نقاط اعتبر من اهم النقاط، بالإضافة إلى النقاط الأخرى مثل الثقافية والاجتماعية، هاي هم نقاط مهمة، اي والاستقرار النفسي والاجتماعي. اي فهاي نقدر نقول نقاط مهمة. وياكي والله. الشخص الآخر إذا أنا أعرف أنت مشغول وعندك عمل، عندك ممكن إجابة أو مناقشة سمعت ممكن الشخص، هو رائع أصلاً. إحنا عندنا يعني أخوة يزيدين معانا يتناقشون، ف سمعت أعتقد النقاط، ما أعرف لأن هو مشغول عنده عمل، بس ممكن إذا يشاركنا. أي تحياتي للجميع. أي عزيزي، الكون يحفظك يبارك روحك المقدسة. فبس أكررهن للثلاثة، أنه قسم منهم يقول لك مثلا عمل ماكو وأنا أحتاج أعمل، هذا الأول، والثاني الوضع السياسي، ويسمعون أخبار تركيا هيك سوت وهذا هيك سوى، فهو راح ممكن يتخوف. تمام أي يعني برأيي الشخصي، يعني ما هو النقاط اللي ذكرها الأخ يعني مهمة، يعني أتفق يعني إنه أي نقاط مهمة، بس المسألة شون هو لازم نرجع لداعش، أي لصناعة داعش وأهداف صناعة داعش، والهدف إيش كان. يعني إذا نرجع، هو المنطقة مهمة، الجغرافيا جدا مهمة، هو صح جغرافيا أي لأن التركيز مو فقط من عندنا، يعني هو تركيز كوني يكون على المنطقة صح كجغرافيا كمجتمع، فهذا مهم. يعني بدأنا نعرف إنه ليش هذه المجتمعات السرية والدولة العميقة كانت تحاول إخراج اليزيديين من المنطقة، صح لأنهم على دراية أنه المنطقة بها أسرار ممكن صح كونية. يعني الظروف اللي ذكرها الأخ يعني مو يعني عميقة ومعوقات جدا تمنع،
فإذا نجي على سنجار بها أكثر من 100 ألف، 150 ألف شخص يعيشون هنا مستقرين، يعني هذه الظروف وهذا الكلام اللي ينتشر بين النازحين، مجبورين نقول الكلمة أستاذ. اي فاهمك فاهمك اي إذا نرجع على أساس الكلمة المتداول، منين هذا التداول؟ من الإعلام، من الوسائل كلمة الإعلامية نازحين اي صح كنازحين وكظروف مثلا. يعني مرات نصير جزء من اللعبة من غير ما ندري. جزء من اللعبة. أنا فقط أريد أشاركك شيء، يعني مثلا إذا يشاهدون رجوع كبير لليزيديين نفترض، بالضبط. فراح يغيرون الفكرة. شو يقولون؟ يقول اليزيديين يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة بسنجار، وسنجار تعاني من عدم الاستقرار حتى يشردوهم. فهو كما أنت، بالضبط. هاي كلمة رائعة أنه أنت قلت هو جزء من اللعبة، هو ما يعرف أن هناك أي مخططات أعلى، نعم انه الاستقرار السياسي والاستقرار المالي انت خالق من اعماقك، وباجتماع الخيرين والطيبين من اليزيديين تستطيعون ان تبنون ها يعني منطقة عظيمة جدا، بحيث انا قلت سابقا حتى يعني السياحة تزدهر بسنجار. طيب انا فقط اريد اناقشكم، اعملوها مركز سياحي نعم ويأتون، نعم يأتون سواح، حقيقة يأتون سواح من كل العالم، اكتبوا كتب حول تاريخ سنجار باللغة الإنجليزية، تضعون يوتيوبز وثائقيات، شوفوا كل الدول الأولى بالتاريخ الصغيرة عندما بدأت يعني عندما قررت قالت أنه نريد نرجع ها إلى أصلنا، عملوا جهود عظيمة، اجتمعوا معا بالروح وبالفكر ها وبدأوا يؤسسون. فأنت مو تنتظر تقول اي ما فيه توظيف، اي ما فيه عمل، لا تركيا ممكن تتدخل، هذا كله لعبة. انت أسس قناة باليوتيوب وابدأ انشر ها التاريخ اليزيدي، اكتبوا كتب باللغة الإنجليزية، تحدثوا، وهو أسهل كل الآن كل العالم كلهم عندهم قنوات ويتحدثون. احنا هسه يعني حياتنا كلها صارت إنترنت، وهذا ممكن هو العمل الجديد، انه العمل الجديد ها عندما الإنسان، العمل الجديد عندما الإنسان يعرف ماذا يريد. اسمعوني شبابنا، العمل الجديد لا تفكر انه الشركة توظفني والسياسي هيك يقول، اترك هذا. الحياة الجديدة، العمل الجديد، انه انت تختار طريق وانت تؤسسه، الهدف الذي انت تحبه تعشقه انت تأسسه انت تسوي هسه. طيب انا خلي ارجع على العمل هسه، هم مو يسمعوني اليزيديين، هناك باللغة الإنجليزية يعني شباب هيك بعمر ال17 مراهقين تينيجرز، اي بعمر 16 سنة، وعندهم يوتيوبس وعندهم متابعين وحتى يقدمون برامج جدا جريئة، وهناك في المقابل مراهقين مشغولين بالألعاب وما مسوين شيء. فالتفوق الآن، التفوق الآن هو أنه الفلسفة بتاعتكم أنتم كتاريخ يزيدي، اجتمعوا معا وطوروها، هو هذا العمل. اكتب، ابني، انشر وثائق، انشر فيديوهات، تحدث، شجع اليزيديين على الرجوع، اذهب ما أعرف إلى مناطق أثرية وصور فيديوهات ووضح هذا العمل، هذا البناء. أنا هاي فلسفتي، أنا باعتقادي أنه إذا أنت تنتظر شركة غربية وتجيب بسنجار وتعطيك راتب، هذا الطريق ما يفيد، هذا اعتقادي.
هاي راح تنتظر وما اعرف ايش قد هذا ما تفيد. بس ممكن نرجع لك فقط لو تستمر فيها اي، فانت انت قلت انه هو يكون جزء من اللعبة، ما بيعرف، ينصاد من الاعلام ويانا. يا أستاذ. اي نعم، لأن الشعوب اي هي اللي لازم تنهض بنفسها. اي يعني صح إذا ننتظر، شخص يجي لنا ويسوي اي لنا، لأن هم بالأساس يلعبون مثل ما يقول العراقيين، يلعبون بين طوبة. اي فإذا ننتظرهم هم ما راح يجونا، بالعكس تماما، هم راح يخلونا بدوامة ما نعرف الحقيقة وين، ايش صاير، ايش يعني أهمية المنطقة. هم اي راح يوجهوك بكيفهم، أفكارك هنا اي تتوجه، تروح هناك، يعني يخلوك بالخيام، بعدها يودوك ما أعرف وين. المهم يعني هو يعني الحقيقة موجودة بالسنجار، لأن الكائنات الكونية أدرى اي وأكثر حكمة ومعرفة من البشرية. صح شوف فتدخلهم، أي اي تدخلهم يعني الكثير. هذه نقطة مهمة على جدا كل اي الذي يعرفها، لأن الهمط بثقافتنا احنا إذا أكو ترابطية بالفكرة، يعني هم احنا نقول سموها بالكرمانجي الخدان، او الشخص الروحي، او اللي ينتظره شنو حتى الكلمة بالله باللغة الكردية الكرمانجية مرة أخرى؟ بس مرة أخرى من فضلك. إيه يسموها خدان. يعني هو شلون نقولها بالعربي، يعني الروحية تقريبا الكلمة، إيه انه تنتظر خلينا نقول العوائل الكونية، او اللي اذا بالمصطلحات الكونية نقول اللي عايش بأبعاد عليا، أن يتدخل ويساعدنا. إذا فالكائنات الكونية بهذا التدخل، يعني حبيت أرابطها حتى توصل الفكرة، أنه الكائنات الكونية هي بمثابة الخدان أو الحامي إلنا، اللي راح تدخل وتغير الأمور كلها. لأن الوعي إذا تغير، الفكرة إذا تغيرت، وجهة نظرنا كيف نرى الحياة، أو كيف نرى المنطقة، أو كيف نرى الظروف، فلنا تأثير، لأن صح الشخص هو اللي يخلق، فإحنا اللي نخلق الظروف سواء كانت سلبية أو إيجابية. فالوعي الجماعي مهم. إذا الناس تنظر للمنطقة منطقة حرب، وما بها حياة، وما بها كذا، وما أعرف، فهذا درف سلبي مصطنع. مصطنع أما إيه، فالحياة إحنا نخلقها، ويعني نخلق الظروف والفرص العظيمة اللي نغير بها كل هذا. يعني انه هذا الفيك الموجود، انه واحد يجي يضرب ما اعرف شنو، وكلهم مشتركين باللعبة ترى، كلهم مشتركين هي باللعبة. اي كلهم اي كلهم كلهم يعني كل الأطراف مشتركة، والهدف واحد عندهم، يعني ليحرك تركيا، وليحرك النظام التركي او النظام العراقي او النظام الحالي للشمال العراقي والاقليم، يعني كلها واحد، هي الدوله العميقه. الدولة العميقة اي اي كل يعني اذا عرفنا ان المساله وين، اللي يحرك الطرف وين هو، يعني نحتاج منا نفكر بعمق، يعني اكثر عمق، ما نشوف المساله سطحيه، انه مساله وظيفه او مساله صعوبه حياه وما اعرف شنو. اذا نظرنا للمسألة بعمق، راح نغير كل الظروف، راح تتغير، لأن الكائنات الكونية عندها المقدرة، عندها يعني أعتقد، هذا اعتقادي، أن الكائنات الكونية راح تجي بنفسها صح على السنجار بعد هذا اي الإعلان. هي صح راح تأتي سواء على هيئة بشر أو تدخل مباشر بمركباتهم الكونية، هذا اعتقادي. أعتقد أنه وهم بنفسهم راح يتدخلون، فقط تحتاج منا كإيزيديين أو كعايشين بالجغرافيا، أنه نرفع الوعي ونكون مهيئين لهذا الظرف. صح مرة أخرى احنا نشجع كل يزيدي إذا يسمعنا ها
يلتحقون معنا بهاي النقاشات حقيقة. وبس لو تسمحوا لي أعطيكم شير، أريد أسوي شير أنه الأخوة اليزيديين يلتحقون ببرنامج هو الإليمنت اسمه هذا التطبيق. بس خلي شوفوا هنا، هذا تطبيق الإليمنت حقيقة تطبيق رائع، هو يشبه الواتساب تماما، هو ماسنجر واتصالات، وحتى من تقوم بتحميله واستخدامه ما يحتاج رقم هاتف. فهذا موقع التطبيق element.io تمام، هنا تقوم بتحميله وتعمل لي دعوة، وهذا اسمي، يعني تكتبون هكذا at universalcitizen نقطتين شوفوا matrix نقطة org، وحتى ممكن ايضا فقط تكتب الاسم الاول يونيفرسال سيتيزن تطلع صورتي تمام، وتكتب لي رساله انه انت وتكون فعلا ازيدي، يعني شخص حقيقي رجاء تمام، وتريد تشارك بهاي النقاشات لانه مشاركه الافكار مهمه جدا 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 شبابنا. اوكي، فهذا التطبيق مره اخرى element.io.